ازيكم يا شباب؟ النهارده هنشرح اول ليكتشر من كورس الاي سي دي ال، وهنتكلم فيها عن نشأة الحاسب الالي، مكونات الهاردوير والسوفت وير، وهنعرف الفرق بين المعلومات والداتا، وفي الاخر المحاضره هنتكلم عن الاي تي جرين. هنشرح دلوقتي الكمبيوتر اسينشالز. هنتكلم الاول عن بدايه نشأة الحاسب الالي. تم نشأة الحاسب الالي سنه 1948، وتقريبا كان حجمه بيتراوح ما بين 3 ل 4 طن، وكان يستخدم كآلة حاسبة. بعد كده تم تطوير النموذج والاتفاق مع شركات كبرى مثل IBM وانتل، ووصل بهذا الشكل الذي نراه الآن. يوجد 3 أنواع من الحاسب الآلي. أول نوع هو التابلت، تاني نوع هو اللابتوب، تالت نوع هو البي سي ديسكتوب، واختصار لبيرسونال كمبيوتر. يوجد أكثر من شركة منتجة لهذه المنتجات زي أبل، ديل، اتش بي، مايكروسوفت، انتل، اي بي ام، ام اس اي، ايسر، اسيوس. اللغة اللي بيفهمها الحاسب الآلي تسمى الباينري، نطلق عليها الاول وان، بمعنى ان الشكل دايما اللي بنشوفه جي او اي اللي قدامنا ده، اللي هو جرافيك يوزر انترفيس، يتم ترجمته عن طريق اللغة دي. هنتكلم دلوقتي عن الانفورميشنز والداتا. الانفورميشن زي المعلومات اللي هتحتفظ بيها الانسان في عقله، بمجرد ان يتم ادخال هذه المعلومات الى جهاز الحاسب الالي يطلق عليها اسم البيانات. والبيانات اللي هي الداتا اللي بيحتفظ بيها الكمبيوتر ايا كان على الهارد ديسك او اي ديفايس اخر. هنتكلم دلوقتي عن مكونات الهاردوير. الاول يعني ايه هاردوير؟ الهاردوير هو كل شيء ملموس، بمعنى ان انا اقدر امسك البروسيسور في ايدي بالمذر بورد والرام واي ديفايس موجود قدامي. طيب تعالى نتكلم كده عن مكونات الهاردوير نتعرف عليها. اول حاجه هي المذر بورد. المذر بورد هي اللوحه الام المتصله بجميع مكونات الكمبيوتر. هنلاقي فيها كده اكتر من سلوت نقدر نحط فيها بروسيسنج والرام، كارت اللان وغيره. بعد كده بروسيسور سي بي يو، وهو سنترال بروسيسنج يونت، وهو المعالج لجميع البيانات الموجودة على الجهاز، بمعنى آخر هو العقل المفكر داخل جهاز الكمبيوتر. الرام، الرام هي راندوم اكسس ميموري، ذاكرة عشوائية داخل الجهاز، وهي تحتفظ بالأوبريتنج سيستم نظام التشغيل وغيره من البيانات. الاوبتيكال درايف في منه نوعين، سي دي روم والدي في دي روم، واكيد كلنا عارفين الاتنين. هنتكلم بعد كده عن الباور سبلاي، وده الجهاز المنصم للكهرباء داخل الجهاز، وهو مسؤول عن الفولت وتوصيل الكهرباء لمكونات الجهاز. السيستم فان، وهي عبارة عن وحدة تبريد داخل الجهاز. تخيل كان احنا كلنا موجودين في أوضة مساحتها مثلا متر في متر، ايه اللي ممكن يحصل لنا؟ اكيد هنتخنق، فعشان كده في وحدة تبريد موجودة عشان تقدر توفر برودة كاملة لللابتوب او البي سي اللي قدام. الفلوبي ديسك، الفلوبي ديسك كان موجود تقريبا ما بين 1995 لحد 2002 2004، بعد كده تم اختفائه او ما بقاش يظهر كتير. فلوبي ديسك هو الديسك الصغير اللي كان شكله اسود اللي احنا كلنا كنا بنشوفه. اختفى ليه؟ لصغر حجمه. دايما لما نيجي نفتح جهاز الكمبيوتر الخاص بينا بنلاقي بارتيشن السي الاول، حد سأل نفسه فين الاي والبي؟ بالظبط، الاي والبي هو الفلوبي ديسك. كان فيه منه نوعين باحجام مختلفه، اول نوع كان بحجم 4 ميجا، وثاني نوع كان بحجم 8 ميجا. بعد كده هلاقي في وحدة أو ديفايس تاني اسمه الهيت سينك. الهيت سينك هي وحدة تبريد ولكن موجودة على البروسيسور فقط لتبريد البروسيسور. نسبت الهارد ديسك عشان هنشرحه دلوقتي بطريقة مفصلة شوية. الهارد ديسك يوجد منه نوعين، ال HDD هارد ديسك درايف وال SSD سوليد ستيت درايف.
ال HDD عيوبه ومميزاته. عيوب ال HDD باد سيكتور حجمه كبير ودايما صوته عالي. باد سيكتور فقد في بعض البيانات حجمه كبير بسبب تصميمه، صوته عالي عشان القرص الصلب الموجود جوه. مميزاته حاجتين، سعره قليل والسعة التخزينية بتاعته كبيرة. ال SSD هو مكون من شيبات زي ما احنا شايفين قدامنا، زي فكرة الفلاش ميموري بالظبط، وهو عكس مميزات وعيوب ال HDD. مميزاته مفيش فقد البيانات، ما بيقولوش خالص باد سيكتور، حجمه صغير ملوش صوت. عيوبه الساعة التخزينية بتاعته قليلة وسعره غالي جدا. هنتكلم دلوقتي عن وحدات التخزين اللي موجودة في الهارد ديسك، البايت، كيلو بايت، ميجا بايت، جيجا بايت، تيرا بايت، بيتا بايت، اكسا بايت، زيتا بايت، يوتا بايت. اليوتا بايت ب1024 زيتا بايت، والزيتا بايت ب1024 اكسا بايت، والاكسا بايت ب1024 بيتا بايت، والبيتا بايت ب1024 تيرا بايت، والتيرا بايت ب1024 جيجا بايت، والجيجا بايت ب1024 ميجا بايت، والميجا بايت ب1024 كيلو بايت، والكيلو بايت ب8 بايت. نيجي نشرح بعد كده انواع اليو اس بي واشكالها. انا عندي 3 انواع من اليو اس بي، يو اس بي 2، يو اس بي 3، يو اس بي سي. الفرق بين التلاتة بيختلف في الفايل ترانسفير، سرعة نقل البيانات. طيب اشكالهم ايه؟ في يو اس بي ستاندر، يو اس بي ميني، والمايكرو يو اس بي. ده بيستخدم في الهارد ديسك اكسترنال، وكان في شواحن نوكيا اللي موجودة زمان، وده بيستخدم دلوقتي في الشواحن الاندرويد اللي موجودة حاليا. ده شكل اليو اس بي سي. اليو اس بي سي ليه 3 استخدامات، اول استخدام الفايل ترانسفير العادي، تاني استخدام ممكن نجيب له كونفرتر ويتحول لنتورك RJ45، تالت استخدام بيكون HDMI بينقل صوت وصورة. طبعا هو الافضل ما بينهم، ومعظم الأجهزة اللي تنزل بعد كده هتكون عبارة عن تايب سي. ده الكيبورد اللي احنا دايما بنشوفه. في اختصارات كتير في الكيبورد زي كنترول سي كوبي، كنترول في بيست، كنترول اكس كات، الت شيفت تشينج لانجويج، الت تاب تشينج تاسك، الت F4 ان تاسك. في كي كده دايما بيكون عليه لوجو الويندوز، لو ضغطنا عليه مع الدي هنروح للديسكتوب، لو ضغطنا عليه مع ال هنعمل لوك لليوزر، وغيره كتير من الاستخدامات اكيد هنكتشفها مع بعض. السوفت وير، السوفت وير هو كل شيء غير ملموس، هو عبارة عن نظام التشغيل زي ويندوز المنتج مايكروسوفت، لينكس المنتج شركة يونكس، ماك او اس المنتج شركة ابل، اندرويد والمنتج شركة جوجل. انواع الويندوز في منه نوعين، كلاينت وسيرفر. الكلاينت زي ميلينيوم 98، اكس بي 2003، فيستا 2005، ويندوز 7 2007، ويندوز 8 2012، ومؤخرا ويندوز 10 لاست فيرجن من مايكروسوفت 2015. ويندوز سيرفر انواعه، ويندوز سيرفر 2003.
ويندوز سيرفر 2008، ويندوز سيرفر 2012، ومؤخرا ويندوز سيرفر 2016. أنواع لينكس: يونكس، لينكس، لينكس سيرفر، ريد هات، وبنتو. الماك او اس هو عبارة عن فيرجنز واحد بس لشركة أبل. أندرويد: أول فيرجن جيلي بن، كيت كات، لولي بوب، مارشميلو، وفي شهر 7 اللي جاي هيكون في نوجا. هنتكلم دلوقتي باستفاضة أكتر عن ويندوز المنتج شركة مايكروسوفت، واتفقنا على أنواع الويندوز للكلاينت العادي اللي هو اليوزر اللي زينا: ويندوز إكس بي، ويندوز فيستا، ويندوز 7، ويندوز 8، ومؤخرا ويندوز 10، وده اللي احنا اتفقنا عليه. ايه السبب في وجود اكتر من اصدار للويندوز؟ باختصار كده هو تحقيق مبيعات وانتشار من شركة مايكروسوفت. في الاول وفي الاخر مايكروسوفت بيبيع سيريال نمبر لايسنس، عشان كده تلاقي اكتر من اديشن موجود لكل اصدار في الويندوز. بس بعد سنين مايكروسوفت قررت انها تنزل اخر اصدار الويندوز مع بداية جديدة بمنتج جديد في الهاردوير، منتج سيرفيس، وبدأت في عالم الهاردوير، وابتدت تنافس شركات زي ابل وتشكل خطورة كمان عليها. ده شكل الانترفيس الخاص بويندوز 10، وان شاء الله نتعرف عليه في ليكتشر 2 المحاضرة الجاية. ما ننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل عشان يجينا كل جديد. شكرا.